توفت الناس علي تقريبا من سوق الخضرة، سوق الزاوية، السجاعية، صارت تيجي على منقوشة الزعتر اللي بيعملها أبو زهير ومنقوشة البيض. فكنت بعد ما أخلص شغل أحط طاولة على باب المسجد اللي هو معلم من معالم فلسطين ومعلم من معالم قطاع غزة، وأقعد أخلص شغلي أقعد. فالكل حب القعدة، الكل حب القعدة تبعت باب المسجد. فصار الكل يقول أبو زهير اسمحنا نفطر على الطاولة، لحد ما صار عندي بدل الطاولة 5 بدل 15 صار عندي 15 طاولة. اتطرقت أن أعمل صفحة انستغرام، فالحمد لله رب العالمين صارت أنزل ستوريهات، الناس تعرف وين التصوير هذا، يسألوني وين التصوير، في الخليل، في رام الله، في القدس، أقول لهم لا هذا في قطاع غزة في البلدة القديمة بجوار المسجد العمري في سوق الذهب. فصارت الناس توافد علي من جميع أنحاء قطاع غزة توافد، الحمد لله رب العالمين. فصار عندي تقريبا 60-70 ألف متابع، والشارع هذا انتلى عندي طاولات، بطل عندي متسع على أني أتسع الناس اللي بتيجي علي من جميع أنحاء قطاع غزة. فحاولت أني أنا أبتكر شيء أني أنا يعني أجيب الناس فيه، إلا أنه ربنا سبحانه تعالى أكرمني في البيت هذا، استأجرت البيت هذا. البيت هذا عبارة عن كان بيت مهجور من 70-80 سنة، عدت ترميمه والحمد لله رب العالمين، طلع في الشكل هذا، طلع في الجمال هذا، مع أنه كان مش مبين فيه المعالم هذا، إلا أنه بأمر الله تعالى بينت معالمه وبلشت أرممه، فأصبح من بيت مهجور إلى معلم من معالم فلسطين. شبهه الشارع اللي أنا كنت انشهرت فيه، شبهه في أسوار القدس في قطاع غزة. الحمد لله رب العالمين، ربنا أعطانا القدرة على أني أعرف نسبة 80% من الشعب الفلسطيني وإخواننا المغتربين في جميع دول العالم على البلدة القديمة، على جمالها بناسها، على أكلاتها البسيطة، على منقوشة الزعتر أيام جدي وجدك، على منقوشة البيض اللي بتذكرنا في أيام أبائنا وأجدادنا. فارتبطت منقوشة الزعتر في معالمنا الأثرية اللي هي المسجد العمري، صباط العلمة، قصر الباشا، المعلم اللي أنا فيه. فصارت الناس توافد عليها من جميع أنحاء العالم.